مرحبا شيف أميرة مجدان، اقتراحات لي خاصة بشهر رمضان الكريم، الله يدخلوا لنا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. فتفضلي، مرحبا بك. دونك ان شاء الله غادي نبداو بخلية النحل بالكنافة معمرة بالمشماس بالمعسل. غادي نحتاجو في العجين كاس ديال الياغور طبيعي، جوج معالق كبار ديال الحليب بودرة، ربع كاس ديال الزيت، زيت نباتية، ثلاثة الكيسان ديال الدقيق. والسر في هذه الفطيرة هذه هو جوج معالق كبار ديال بودرة شونتيي. عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، ومعلقة صغيرة ديال الملحة، وكاس ديال الماء دافي. بالنسبة للماء يقدر ما يدخلش لينا الكاس كامل، ويقدر نزيدو شوية على حسب النوعية ديال الدقيق. كنعجنو العجين ديالنا وكنخليوه يرتاح 35 دقيقة. غادي ندوزو نوجدو الحشوة. عندي جوج معالق كبار ديال العسل، كنفضل الا كان العسل اللي وجدنا به الشباكيه كيكون منسم بواحد المذاق خطير فعلا. اييه يليق. غادي نديرو في كاسرونه ونزيدو معاه معلقه كبيره ديال الزبده، من الافضل تكون زبده حيوانيه. وغادي نزيدو سته الحبات ديال، غادي نخليوهم بعدا العسل مع الزبده كنخليوهم حتى كيذوبوا مزيان، وغادي نضيفو سته الحبات ديال المشمش، المشمش اللي كنخضروا به الاطباق ديالنا. كنقطعوهم رقاق وكنطحنوهم مع جوج معالق كبار ديال ماء الزهر. غادي نضيفوهم على الزبده والعسل اللي عندنا في الكاسرونه ونخليوهم حتى كينسجموا مزيان، ونضيفو ليهم خمسه الحبات ديال الجبن المثلث. الجبن المثلث مع الملوحه ديالو كيهرس لينا المذاق ديال السكر، وكي كيرفع لينا من المذاق ديال النكهات اللي عندنا. غادي نخلطهم مزيان بشي ميكسور حتى كتولي عندنا كومبوت. غادي ندوزو للعجينه ديالنا، كنلقاوها ارتاحت. غادي نقسموها كويرات صغيورين ونعمروهم، كل كويره غادي نبسطوها شويه ونعمروها بمعلقه من الحشوه اللي وجدنا ديال المشمش. غادي ندوزو نوجدو واحد الحليب والبيض اللي غادي ندوزو فيه الكويرات ديالنا. كناخدو بيضه، واحد الليفه كنديرو فيها بيضه، ونص كاس ديال الحليب، ومعلقه كبيره ديال الزيت. كنخلطهم مزيان وندوزو فيهم الكويرات ديالنا من بعد ما عمرناهم بالحشوه، وكندوزوها في الكنافه. بالنسبه للناس اللي ما توجدش عندهم الكنافه، ممكن يديروا غير ورقه ديال البسطيله يدوزوها في الماكينه على شكل سباغيتي، ويقطعوها رقيقه بالمقص ويدوزو فيها الكويرات ديالهم، حتى هي راه كتعطي نفس النتيجه. غادي نديروهم في اللاطه. بالنسبه للاطه كنجيو حتى للقنت ديالها، لاطه دائريه كنجيو حتى للقنت ديالها، ونحطو شي زليفه باش تجينا هاد الفطيره على شكل هلال. هذا علاش كنسمينا هاد الفطيره اهلا رمضان. ايه فعلا كنحط الكويرات ديالي وكتجينا على شكل خاليه. كنستف الكويرات ديالي ونحاول نخلي لي سباس بيناتهم باش تقرمش ليا الكنافه، وكندخلوها للفران يكون سخون مزيان بحال اللي غنطيبوا الخبز. يعني كنأكد على الفران خصو يكون سخون سخون مزيان. غادي نقصوه فاش ندخلوا الفطيره ديالنا، كنقصوه ونخليوها لمده 20 حتى 25 دقيقه. كنطفيو عليها العافيه من الفوق، كنخليو العافيه غير من التحت حتى كطيب، وباش تقرمش لينا هذيك الكنافه ديالنا. فاش كطيب كنسقيوها بواحد الكلاصاج ديال الجبن، كنحتاجو فيه خمسه الحبات ديال الفرماج مربعات. وكنضيفو معاه جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. وكنبداو نضيفو، كنطحنو وحنا كنضيفو الحليب شويه بشويه، ما نكثروش الحليب باش تجينا لاصوص ديالنا عاقده. اللي ما بغاش يدير هاد لاصوص ممكن يسقيها بالعسل. كنزينوها بالبيستاش بحال كيف ارسلت لك في الصوره، راه صيفطها لك، كتجي رائعه بواحد المذاق عجيب عجيب بزاف. اييه فعلا شكل مختلف، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. La radio qui met, met radio.